أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: توفي والدنا رحمه الله وعليه زكاة مال، ثم تم تقدير هذا المبلغ قبل وفاته، فهل يلزم الورثة أن يقوموا بإخراجها من ماله، علما بأنهم اختلفوا في هذا الأمر؟ الزكاة دين في ذمة الإنسان، وإذا مات من عليه زكاة فإنها دين باقية في ذمته، فتخرج من ماله قبل المواريث وقبل الوصايا، تخرج من ماله، يخرجها الوكيل من مال الميت، لأنها دين عليه لله عز وجل. نعم.